السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا فيديو جديد مع عثمان فلوج. المهم كيف ما كتشوفوا هذه النمرة ديال التليفون اللي بغا شي واحد لي زاكسيسوار ديال الطيور كلاب قطط. مرحبا بكم. طلب من احد من كثير من الاخوان هما اللي ما يفرقوش ما بين الذكر والانثى ديال الفيروس، اما الشنابر ولا الواجدين. وغنوريكم في هذا الفيديو كيفاش تفرق ما بين الذكر والانثى ديال الفيروس على بركه الله. حنا كما كتشوفوا هنا عازلين تقريبا غير الكره، هذا راه ذكر، هذا ذكر بالا، وهذا ذكر بالا، كاين هذا ذكر ولكن ما كيزرقش رومي، كيبقى المنقار ديالو موف. هذا ذكر نورمال جولدن فيس، هذا ذكر نورمال وايت فيس. غننتقلو للنساوي. هذه نسوى البينو، راه شفتو المنقار ديالها كيميل اللون الابيض وراه بدا يولي احمر. هذه نسوى فول بادي، منقار ابيض تنبورة مازال صغيرة شوية. هادي نسوى في المنقار ديالها كيميل اللون الابيض. هادي اللي تحتنا نسوى، هادي نسوى واجدة فايتة خدامة في المنقار ديالها ابيض ولكن فيه شوية ازرق ولكن نسوى. كاين هادي نسوى فول بادي، هاي لفت المنقار ديالها فيه الابيض والقليل من الازرق نسوى. عندو بلاد زي هادي. كاين هذا كيار راهي ميل الازرق، كيار ستانجل دبل فاكتور، لا ستانجل سينجل فاكتور، سينجل فاكتور عفوا. وهذا حتى هو ذكر ستانجل سينجل فاكتور. هادي نتوا كريمينو، نتوا ستانجل، هذا كما كتشوفوا ذكر ستانجل دوبل فاكتور، وهادي نتوا شفت المنقار ديالها كيميل الأحمر. كما نشوف هنايا هادي نتوا فالاو، نتوا ديال الفالاو راه المنقار ديالها أحمر. كاين هنايا سنيبرات ديال الرينبو اللهم بارك، هذا الكير المنقار ديالو موف، هذا الكار المنقار ديالو موف. غنشوفو هنايا الكرات ديال الكرون سيرو لوسينو، هادي السيوا راه المنقار ديالها داي حمار، وهاديك اللي الكار ديال الكرون سيرو ستانجل راه المنقار ديالو موف داي زراق. هادي اللهم بارك السيوا المنقار ديالها بيض راه داي حمار حتى هي، بيضا واجدة هادي نشوفو كتبان. كما كنشوفو هنايا الجيزة ديال الرينبو اللهم بارك، هادي الكيوا منقار ديالها أحمر ولا بني، هذا الكر منقار ديالو أزرق، هذا الكر نورمال جولدن فيس منقار ديالو أزرق. كما كنشوفو هنايا الكير ديال الكورك منقار ديالو أزرق. هنا أنثى ستانجل المنقار ديالها هذا المنقار ديالها موف، ويعني والوسط ديال المنقار أبيض أنثى. هنايا عندنا نسيوا ديال الفول بادي اللهم بارك، سيوا هيا الله كتوجد، وهذا الكير حتى هو الله كيوجد اللهم بارك. المهم اللي بغا أي استفسار بالنسبة للبادجي ولا أي طيور مرحبا بكم معنا، خلي لي كومونت ومرحبا اللهم بارك.